اسمي روان ميلاد قداح، مواليد 97. أبي اسمه ميلاد موسى قداح. عائلتنا مؤلفة من 7، أبي وأمي ونحن أخواتي 5. أبي كان يشتغل قبل الأحداث مزارع، يعني كان عنده أراضي يزرعن وكذا. مع بداية وطبعا قبل الأحداث أنا وأبي كان دايما أفكارنا متناقضة مع بعضها، يعني أي شغلة كنت أعملها كان هو يضربني عليها، وبعد أي نقاش بيني وبين أبي كنت أعرف أنه في قتل بالنسبة لإلي. مع بداية الأحداث طلعت المظاهرات، بعد هيك المظاهرات المسلحة. مع بداية المظاهرات المسلحة أبي صار يفوت لعنا مسلحين على البيت، كان أحيانا يفوت عنا 3 أو 4، وكان معهم سلاحهم طبعا بارود روسي، وغير هيك أنا كان يفوتوا معهم سلاح تاني بس أنا ما كنت أعرف شو هو نوعه. أنا استغربت من هذا الشي، 15 يوم يعني أبي لا أمي لا أخواتي يفوتوا لعندي بغرفة معزولة تماما عن الوضع الخارجي برا، لا تلفزيون ولا تليفون، يعني غير اطلع الحمام وفوت بس. يعني كان وقتها بهاي الفترة استغربت من تصرف أبي، إنه مدللني يعني بالأكل بالشرب يجيب لي شو بدي، بس يعني مانعني عن التواصل الاجتماعي البراني بالمرة، حتى المدرسة مانعني إنه أروح عليها. بعد فترة 15 يوم إجا أبي لعندي فعم بيقول لي إنه كرمال روح على الحمام كرمال اتحمم. فأنا استغربت منه وفرحت بنفس الوقت إنه بدي فوتني على الحمام بعد 15 يوم. فورا أخذت ثيابي ورحت على الحمام، وأنا عم اتحمم هناك إجا لعندي واحد تقريبا عمره فوق 50 سنة، فهو ما كان لابس غير ثيابه الداخلية، فحاول إنه يعتدي علي بالحمام، بس هو ما حسن، يعني الحمام ضيق وأنا كنت صرخ وعيط، فما حسن إنه يعمل شيء بالحمام، فشدني من شعري وأخذني على الغرفة. فأنا عم صرخ وعيط بالغرفة كان أبي سمعاني يعني، بس هو ما إجا لا ساعدني ولا حتى إنه طالع الزلمة من عندي. فهذا الزلمة اعتدى علي، كنت أنا عذراء بهذاك الوقت، فهو اللي فك لي بكارتي. بعد هيك فورا ما في ثانيتين ولا انه فايت زلمه تاني لعندي، يعني لسه ما لحق هداك يطلع ام فات لعندي واحد تاني. قمت انا كمان نفس الوقت صرت صرخ وعيط وكذا، بس اثناء اني عم اصرخ وبعده عني قمت غبت عن الوعي وما عاد وعيت على شيء لفتره تقريبا صحيت بعد 1/4 أو 3 ساعة. بعد هيك بعد ما صحيت انه صرت ناديت لابوي، أم إجا أبي لعندي على الغرفة، فأنا عم أقول له أنه ليش هيك عملت وإجوا لعندي وكذا، وليش ما فتت لعندي وأنقذتني منهم وكذا وهيك. فهو عم بيقول لي أنه معلش هذا كلياته جهاد، وكل ما أنت عملتي هاي الشغلات كل ما خليتي واحد من المجاهدين ينام معك، كل ما زادت حسناتك وقلت سيئاتك، وحتى لو متي رح تموتي شهيدة وفورا رح تفوتي على الجنة. ويعني صار انه يحكي لي انه هاد كلياته جهاد. بعد ما اعتدوا علي هدول الاثنين انا صابني نزيف، وضل معي النزيف فتت 20 يوم. فطلبت من ابي انه يجيب لي ادوية او ياخذني على الدكتور، فهو كان يرفض، ما كان لا ياخذني ولا يجيب لي ادوية. طبعا فترة 20 يوم هدول يعني ابي ما كان يفوت لعندي حدا لانه كان يعرف انه صابني نزيف. بعد ما انه خلصت نزيف وكذا صار يرجع يفوتن لعندي مرة تانية، ضلوا تقريبا يفوتن لعندي فترة أسبوع. وكمان نفس الشيء إنه كل ما يفوت لعندي حدا مثلا حاول أمنعه أو شيء، فأحيانا أنا غيب عن الوعي. فمرة فات لعندي واحد أنا كنت بعرف شكله لأنه كان دائما إنه بسره على المدرسة، كان دائما يوقف بآخر الحارة يصير يلطش البنات وكذا. فات لعندي هذا الشخص، فانا عم اقول له انه حاولت اني استعطفه انه انا بنت بلدك وكرمال الله لا تعمل معي هيك وكذا. فهو عم بيقول لي يعني اذا انت غايبه عن الوعي ابوك ما وفرك، انا هلا ضلت علي ما وفرك. فانا كرمال هيك بتوقع انه ابي نايم معي، بس انا ما كنت وعياني يعني على فتره انه نام معي، بس هو هذا الشخص انه قال لي انه ابوك ما وفرك، فكرمال هيك انا استنتجت انه يمكن ابوي يكون نايم معي. حاولت اهرب يعني وقت ابي طالعني على الحمام كنت حاول اني اهرب، بس يعني اذا بدي اطلع من البيت بدي، نحن بيتنا ما في له غير باب يعني باب وحيد انه للشارع، فاذا بدي اطلع من هذا الباب بدي اكيد المسلحين وهن عندنا اكيد رح يشوفوني، لانه باب البيت مطل على الشباك اللي تبع الغرفة اللي قاعدين فيها المسلحين، فكان من المستحيل اني اطلع من البيت. بعد ما كان يطلع من عندي كان يحكي لهم قبضني، فاكيد معناته انه كان ياخذ مصاري. بعد ما دخل الجيش لعنا على البلد على نوا، ابي والمسلحين اللي كانوا معه كلياتهم طلعوا من البلد، يعني طلعوا من نوا
وتوجهوا على ضيعة اسمها تسيل، هي حد نوا. ورجعت أمي وأخواتي على البيت بهاي الفترة، إنه أنا عم أسأل أمي إنه ليش تركتيني وليش رحتي وأنا هيك هيك صار معي، عم أحكي لها إنه شو صار معي، بس هي يعني إنه كانت تحكي لي إنه كل شي صار معك معلش، و ما كان يعني إذا بدك تحكي لحدا بدي أضربك بدي موتك، يعني ما كان عندها أي معنى، يعني ما حاولت تهديني، ما حاولت تعمل أي شيء أنه تقول غصب أو شيء، لا بس أنه كانت تقول إذا بتحكي لحدا أو بتجيبي هاي السيرة لحدا أنا راح أضربك راح موتك. فبعد هيك كان أبي دائما كمان يتصل في أمي وأنه يطلبها كرمال تروح لعنده على الضيعة اللي هو فيها. فكانت هي الصبح تطلع من البيت قبل ما تطلع تغير أواعي الداخلية والخارجية وتطلع، ترجع المساء بعد ما ترجع كانت دائما تتحمم. فانا استنتجت من هاي الشغلات كلياتها انه هي اكيد كانت تروح لعنده وكمان كانت تعمل يلي بيسموهن جهاد النكاح. بعد فترة اتصل ابي في امي وعم بيقول لها انه جيبي لي روان وتعالي. فانا استخلصت انه اكيد هو بده يعني يروح لعنده على هي الضيعة كرمال انه يعمل معي مثل ما كان يعمل معي اول شي، فكرة جهاد النكاح. كرمال هيك انا اول شيء قلت لامي طيب اوكي لبسنا وجهزنا حالنا وطلعنا بالسرفيس يعني رايحين على عتلة التسيل. هنيك مرينا بحاجز كان باخر نوا، فصرت انا صرخ وعيط على هذا الحاجز. امو نزلوني هنن الجيش، نزلوني سالوني انه شو صاير معك شو كذا، فانا قلت لهم انه شو صاير معي طالبه حمايتكم، فهن حطوا لي مركز الرعاية ووصلوني لهاي المرحلة اللي أنا فيها هلأ.